السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل مع بعض فطار او عشاء خفيف وسريع جدا وبديل للبيتزا. هنجيب رغيف عيش هنفتحه ونحط النص الاولاني على الجريل ونحط عليه كل الحاجات اللي احنا عايزينها، جبنه موتزاريلا، بيفي، اي حاجه، مسترما، جبنه تركي، جبنه مثلثات، وبعدين هنقفله بقى بالطبقه التانية بتاعته وايه، وهنقلبه على الجنبين في الجريل كده لحد ما ايه الحاجات اللي من جوه تسيح. هنحط من فوق برضو رشة جبنة موتزاريلا، جبنة تركي، او ما تحطيش مش مشكلة. بس كده خلاص هو استوى. بصوا الحاجات كلها سايحة في بعض وطعمه لذيذ بجد، وشكله يفتح النفس وطعمه خرافة يعني، وسريع، مش كأنك ما عملتيش حاجة يعني. تمام، بصوا بقى طعمه والله تحفة تحفة، وايه بديل للبيتزا بجد، تحسي بتاكلي بيتزا. نيجي للطريقه التانية، هنحط برضو رغيف عيش في الطاسه وهنحط البيض كده، بعد ما نحط فيه ملح وفلفل اسمر البيض، هنقلبه بقى في كل الطاسه، وبعدين برضو هنحط اللي احنا عايزينه، جبنه موتزاريلا، بيفي، جبنه تركي، جبن اي حاجه يعني، نحطها على بعض، وبرضو هنقفله بالطبقه التانية بتاعته وهنقلبه برضو ايه بالجنبين. هندوس عليه كده الاول بس عشان ايه يمسك في بعض، وبعدين هنقلبه على الجنب التاني لحد ما ايه يستوي ويتاكد ان اللي جوه تمام. بصوا شكله حلو ازاي، يعني الطريقه دي احلى كمان لان فيها بيض يعني فيها بروتين. بس وكده الجبنه كلها ساحت مع بعض والحاجات كلها اندمجت في بعض، وريحته وطعمه تحفه تحفه خطير يعني. بصوا شكله اصلا حلو قوي ويفتح النفس بجد، وسريع يعني. الصبح كده تقومي لسه ما ايه بتفكري تعملي ايه، لا اعملي بس سندوتش الخطير ده بديل البيتزا بجد يعني، طعمه رهيب. وهنعمل بقى كوبايه شاي، طبعا لازم كوبايه شاي، اللي بيعمل قهوه، اللي بيعمل نسكافيه شاي بلبن جنب الفطار بتاعه هيعملها. وبصوا بقى الجبنه بتشد ازاي، هي مش بتشد قوي الصراحه لان الجبنه ما عجبتنيش، اللي مش بتشد حلو. وكده تمام اهو الفطار جاهز بالهنا والشفا، وسريع وخفيف وحلو.